بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، انطلاقة موفقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين في هذه الأشواط، وأيضا هنا شوطنا المنطلق للفئة الجعدان الحقائق. نسير وياكم مع المركز الأول الشبابي سالم بن غالب الحميضي، المنطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني القادم شاهين سالم بن سيف الدويكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث القدوم مع ثالث المراكز، والقادم اكسبو صقر بن سالم المسعودي على المركز الثالث. والمركز الرابع بشعر حمد بن عبد الله المالكي. المركز الخامس الفارس راشد بن حمودة بن المالكي المنطلق في هذه اللحظات على المركز السادس. هذه النتيجة لهذه المراكزنا المتقدمة الأولى. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والسداد والنجاح في هذه الانطلاقات الجميلة وهذه الانطلاقات المستمرة. تحدياتنا موجودة والتنافس مملك الهجر مازال هنا يتنافسون من أجل الصراع لهذا الأشواط الغالية والثمينة. مباشرة نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط والانطلاقة مع الشبابي سالم بن غالب الحميضي القادم في هذه اللحظات. المركز الثاني ثاني المراكز شاهين سالم بن سيف الدويكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث الوصول على المركز الثالث، هنا المتواجد جبار حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي على المركز الرابع. والمركز الخامس الفارس راشد بن حمود المالكي على المركز الرابع. خامس المراكز والوصول من اكسبو صقر بن سالم المسعودي المنطلق في هذه اللحظات على المركز ايضا الخامس. والمركز السادس سادس مراكزنا شاهين علي بن عبيد الوهيبي المنطلق في هذه اللحظات. هذه التحديات الجميلة، هذه التحديات المثيرة. نعود مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام مع التحدي والتنافس للفئة الجعدان هنا مع الإثارة الجميلة والإثارة المميزة. ما زال الشبابي في مقدمة هذا الشوط من يقود القافلة ويقود هذا المتحديين بشعارات جميلة ومميزة، أيضا لها صولات وجولات في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. ولكن الشبابي ما زال صامد مع سجلات الحافلة وأيضا سجلات المميزة مليئة بالإنجازات. سالم بن غالب الحميضي المنطلق نحو المركز الأول. يا سلام، هذا خطير الشبابي وسلالة الشبابي المعروفة لدى الجميع هنا من ينطلقون مع المراكز الأولى. المركز الثاني هذا المركز الثاني شاهين سالم بن سيف الدويكي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث الوصول من الفارس راشد بن حمود المالكي على المركز الثالث. والمركز الرابع رابع المراكز جبار حمد بن عبد الله بن شطيط المالكي على رابع المراكز. خامس المراكز بعيد عن بقية المشاركين، لكن أعود إلى الشبابي بالكادر الفوقاني. عرض الشبابي عرب غير هنا مع المراكز الأولى. يا سلام، بدأت تصدر الأوامر الخفيفة شبه الخفيفة على الشبابي وأقلع في الأمتار الأخيرة من لا يعرف الشبابي، أيضا مع سجلات الحافلة وسجلات مليء بالإنجازات ومليء بالتحديات الجميلة. يا سلام يا سلام، يا ما سطر حروفه من ذهب، يا ما أيضا هناك قدم عروض في الأمتار الأخيرة هنا مع سن الفطامين وسن الحقائق، والآن يتربع للفئة اللقاية وإنجازاته ما زالت صامدة وسجلاته حافلة بقيادة أحد خبرات تضمير محمود بن حمد الوهيبي. أشكرك يا أبو حمد على المتابعة وعلى هذه النوعيات من حضر يحضر ويسجل حروفه من ذهب. مشكور يا الحميضي على امتلاك هذه النوعية. المركز الثاني حمد بن عبد الله المالكي. المركز الثالث كان هنا الفارس راشد بن حمود المالكي. توقيتنا الزمني لهذا الشوط 4:31 18 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.